يسعد بنك البلاد اليوم بدعم حملة تنظيف أعماق الواجهة البحرية بجدة تحت شعار العمق علينا. طبعا يهدف بنك البلاد من خلال هذه المشاركة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، بما ينعكس إيجابا على الحياة الفطرية في البحار، مما يساعد على تشجيع السياحة وتشجيع الأمن الغذائي. مشاركة بنك البلاد في هذه الحملة بالدعم المادي أولا لمعدات الغطس والترتيبات اللوجستية، أيضا يشارك البنك في عدد من الغطاسين من موظفين البنك كتطوع في هذه الحملة. طبعا بعد حضورنا للغطسة الأولى اللي تمت في الحملة، التفاعل من قبل المتطوعين كان عالي جدا، والحماس فيها كان منقطع النظير. يسعد دائما بنك البلاد بمشاركة المجتمع همومه وتطلعاته، وذلك من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية البلاد مبادرة.